التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا أصبح بمثابة حلم للاعبي ومدربي فريقي الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة. كل ناد يبحث عن كيفية الوصول لمنصات التتويج، الأهلي بعد غياب 7 سنوات وتحقيق اللقب 9، والزمالك الغائب منذ 18 عاما عن التتويج بدوري الأبطال والفوز بالبطولة 6. الأهلي بعد رد اعتباره أمام الوداد المغربي بالفوز عليه ب5-1 بمجموع المباراتين وتأهله للنهائي للمرة 13 في تاريخه، ولم يعد يفصله عن الفوز باللقب سوى خطوة واحدة. ويحلم الجنوب إفريقي موسيماني بالتتويج الثاني في تاريخه بعد فوزه باللقب مع سان داونز عام 2016، كما يحلم لاعب الجيل الحالي من الأحمر بالتتويج باللقب الأول في تاريخهم، خصوصاً أن عدد كبير منهم لم يتوج بدوري الأبطال باستثناء الثلاثي رامي ربيعة ووليد سليمان وأحمد فتحي الذي أنهى مسيرته ومشوره في القلعة الحمراء بنهاية مواجهة الوداد. في المقابل يحلم البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك بتجاوز عقبة الرجاء في إياب النصف النهائي والتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الأهلي بحثاً عن مجد قاري غائب عن 100 عقبة منذ 2002، وسيكون الصدام قوياً أمام الرجاء بعد طموحات كبيرة للتتويج، خاصة أنه لم يسبق لهم الفوز بدوري الأبطال باستثناء الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بعد تتويجهما لقب من قبل مع الوداد. الرغبة والطموح والفوز عوامل مشتركة تجمع بين الأهلي والزمالك، فمن ينجح في تحقيق هدفه المنشود وإسعاد الملايين من عشاقه. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وفقرة خاصة جدا وحديث عن الأهلي والزمالك والماتشات الأفريقية وبكرة بيراميدز والجاي للكرة المصرية. كابتن أيمن مشرفني من أول. أهلا وسهلا بيك كابتن سيف، سعيد بيك الحمد لله تمام، سعيد بيك طبعا الله يخليك، وسعيد بكابتن وليد وكابتن حازم، يعني سعيد بيهم جدا طبعا. كابتن وليد شرف بوجود حضرتك دايما حبيبي. كابتن سيف أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله كله تمام، كله زي الفل. كابتن حازم منورني دايما حبيبي يا سيفو، وحشني دايما في الراديو. والله وحشني، عامل لك تقديم النهارده في الراديو والله. بكرة الجمعه انا شغال الاسبوع اللي فات كله، مستنيك ترجع بالسلامه. ما انا عملت اربع وخميس. الف الحمد لله على السلامه كابتن، ربنا يخليك. كابتن ماتش الاهلي امبارح والله ده يعتبر الشوط الثاني بتاع المباراه الاولى عجبك. والنادي الاهلي طبعا يعني انت دلوقتي فوز الاهلي الايه ايه بتقول ايه بس قول لي منيت فوز الاهلي طبعا يعني الاهلي بيلعب باسم مصر يعني مش حاجه يعني النادي الاهلي اسم كبير وعلى المستوى الدولي اسم كبير واحرز بطولات كبيره في افريقيا. أنا شايف إنه مباراة كمل بها المباراة الأولى وبشكل أكتر من رائع طبعًا بالنسبة للمكسب السكور في مع الوداد هناك في المغرب، وبالنسبة للمباراة بتاعة الأمس اللي هو برضو نزل يعني ما مدش المباراة يعني ابتدى خلص فيها بسرعة والشكل كان أكثر من رائع، وبالذات كمان هدف حسين الشحات طبعا يعني حسين اشتغل بفلوس بالظبط كده. لا بس هو ما شاء الله يعني حاجه جميله واسعد جماهير النادي الاهلي بشكل كبير امبارح. لكن النادي الاهلي يعني تقدر تقول ان هو المباراتين اشتغلهم بشكل منظم وبتركيز عالي جدا، وانا بقول اللعيبه لها دور كبير جدا جدا، نقدر نقول جزء منها بس مش هنقول برضو موسيماني لانه برضو لسه جاي جديد، مش هنقول هو يعني الـ الشغل او الفكر بتاعه طلع في المباراتين دول، لكن عامل كبير جدا بالنسبه للعيبه لان اللعيبه هي زي ما تقول الشغل بتاعها الفكر بتاعها التكتيك بتاعها ما شاء الله، تحس ان هم ازاي منظمين ازاي في متفاهمين ازاي في تجانس بين الخطوط وبين بعضها الاجناب وبين بعضها، فانا شايف ان هم كان ما شاء الله اكتر من رجاله باذن الله في الماتش بتاع امبارح. هختلف مع حضرتك في نقطه بقى، وكابتن وليد هو اللي يرد في الحته دي. انا شايف ان موسيماني ده قدم اوراق اعتماده في الماتشين دول، فرض نفسه كفريق كبير من اول دقيقه، راح توقعت انه هيلعب مدافع لعب مهاجم، توقعت هنا انه هيقفل هاجم من اول دقيقه، يعني شايف ليه دور كبير جدا في الماتشين.
مليون في المية، قدم أوراق اعتماده، قدم أوراق اعتماده، لكن أنت عارف جمهور النادي الأهلي لا يقبل بطولة. إلا ببطولة. وبعدين إن شاء الله بإذن الله، يعني طبعًا إن شاء الله النهائي مصري خالص، وأنا طبعًا أتمناها أهلي، كابتن أيمن وكابتن حازم يتمنوها زمالك، إن شاء الله بس يبقى النهائي مصري، وبكرة كمان إن شاء الله بيراميدز. هتشجع الزمالك الماتش الجاي. طبعا ما انت عارف يعني مش انا عارف زمان على طول. لا انا طبعا يعني في افريقيا انا قلت الكلام ده. لا انا بختلف مع ناس طلعت معاك ونجوم كبيره، يعني اتمنى ان هم برضو يراجعوا نفسهم سواء من الاهلي او من الزمالك. ما ينفعش يا جماعه الاهلي يكون بيلعب في افريقيا وانت عايزه يخسر. ما ينفعش الزمالك يعني في الراديو هبقول لك بعد بقول لك بس هي الفكره. طبعا اتمنى ان شاء الله الزمالك يكون في النهائي، حاجه تشرف مصر طبعا يا جماعه، نبقى يعني اسياد افريقيا، يعني منتخب مصر سواء الاهلي سواء الزمالك نبقى متسيدين افريقيا. يا رب بيراميدز ان شاء الله ياخد البطوله بكره باذن الله كلنا معاه ضد نهضه بركان. يا رب ان شاء الله يتالق السعيد ورفاقه ويجيبوا بطوله لمصر، ونبقى بنلعب نهائي دوري ابطال افريقيا في مصر، ونبقى واخدين الكونفدراليه، ويبقى دوري الابطال مصري حاجه يعني تشرف اي حد. اتمناها طبعا اهلاويه ان شاء الله في الاخر برضو، لكن بتفق معاك مستر موسيماني، قدم اوراق اعتماده مليون في المية. شخصيه النادي الاهلي رجعت، النادي الاهلي بيضغط بطول الملعب، النادي الاهلي بيبتدي من عند الشناوي. صحيح في كام لقطه كده طبعا ما معناش احنا الهايلايتس، بس في لقطات 3 4 هجمات كده الاهلي ابتداهم ببطء واتقطعوا. خد بالك ان ده يعني ضد نادي الزمالك هتبقى مشكله، وانت بتبتدي ركز قوي ياسر ابراهيم وايمن اشرف والشناوي، وهي طالعه اتقطعت واحده من الشناوي واحده من ايمن واحده من ياسر، فيها خطوره شديده. لكن الاهلي عنده شخصيه، بيضغط بطول الملعب، بيحضر كويس قوي، الفرقه بقى عندها سرعه، تحس ان اللعيبه خصوصا خط الدفاع مش قلقانين ان حد بيضغط عليهم. يعني حد بيضغط على محمد هاني بيوقف الكره وبيلعب عادي جدا، حد بيضغط على ياسر بيطلع كره، الاهلي بيلعب كره حلوه قوي. والحمد لله انا قلت قبل المباراه بعد المباراه اللي فاتت، قلت الاهلي لو خد المباراه دي بجديه الوداد هيزعل، وهيزعل قوي، متسجله، والمفروض امبارح كان يبقى الرقم كمان اكتر من كده. لو حسين الشحات جاب الانفراد، ولو قفشه جاب الانفراد سهل قوي اللي حطها بوش رجله، الاهلي ضيع كتير، كانت المفروض تطلع 5-6. لكن يعني النادي الاهلي ماشي بشكل رائع مع موسيماني. بالنسبه لك انت راجل باشا بقى، شجع اللي انت عايزه، مفيش مشاكل براحتك يعني. الاهلي عمل ماتش حلو قوي امبارح برضه. خلي بالك يعني انك تلعب سيمي فاينل تكسب 5-1 نتيجه ماتشين ما بتشوفهاش في حته في يعني ده تشامبيونز ليج، يعني تشامبيونز ليج يعني اقوى حاجه بطوله في القاره. طب عايز اسالك سؤال حازم، كل الناس بتساله، الوداد مش بالقوه اللي احنا كنا فاكرينها، ولا الاهلي هو اللي قدر يفرد الاثنين؟ يعني الاثنين طبعا، الاهلي جاب جون بدري قوي في الماتش الاولاني، فطبعا وصد وشناوي صد بينتي، فالامور يعني خرجت بره سيطره نادي الوداد، وما ظهرش بالمستوى اللي كنا متوقعينه. يعني حتى يعني اكثر المتفائلين بنادي الوداد ما كانش متوقع المستوى اللي ظهر بيه. ممكن حاله زي ما بقول لك يكون في اول دقيقتين بينالتي بيضيع فاللعيبه فكت خالص، ده ممكن. وممكن حاله الوداد، الله اعلم، مش متابع نادي الوداد، بس طبعا مش ده الوداد اكيد اللي لعبه الاهلي من سنتين ثلاثه يعني. فحاله الاهلي اكيد جيده، انك تجيب جون بره ملعبك بتقلب الموازين بشكل كبير جدا. لكن اكيد برضو الوداد مش بنفس القوه، لكن ما ممكن يبقاش نفس القوه انت برضو بيقاش لك رد الفعل، لان في ناس يقول لك اصل ده ضعيف فالاهلي كسب. مش تكسب 5، ممكن تكسب 2-3 يعني. فالاهلي يعني حاجه كويسه فيه ان جاب جون هناك في اول دقيقتين، جاب جون هنا في اول دقيقتين، ده بيخلي الماتش بيتسهل جدا جدا. انت نازل هنا مثلا الوداد بقى عمال بقاله 5 ايام هنرجع وهنعمل، في اول دقيقتين هتدخل في جون خلاص همد طبعا، مهما كان هيحاول همد، انك لسه بقى عايز تجيب 4 تجوان عشان تكسب الماتش، طبعا صعبه جدا على اي باي منطق يعني. فبتطلع اللعيبه بره تركيزها، زائد ان انت الناحيه الثانيه الاهلي بيلعب بهدوء تام، اللعيبه واخده ثقه في نفسها كبيره جدا، مدرب هادي مهدي لعيبته، يعني حتى لو حد عمل حاجه غلط ما بتلاقيش اللي هو التعنيف اللي بيخلي اللعيبه تطلع بره تركيزها، لا يعني كلام كله توجيهات بشكل يعني راجل بشوش قوي بصراحه. موسيماني ده شكله يعني شكله لذيذ يعني، بحبه قوي، انا بحبه من زمان من صن داونز لما جه اشتغل معانا هنا على فكره في اون بطوله افريقيا. الراجل كان تحسه بيحب مصر جدا وعايز يشتغل في مصر، حبيته من ساعتها بس. لا هو مدرب، انا بحب الناس بتلعب كوره يعني، كلنا في مصر هنا يعني. تركيز جونياس لما لعب في وادي دجله، نعم نتائجه، لكن كل الناس او احنا كلنا بنتكلم ان مدرب كويس وبنحب نتفرج على وادي دجله. طريقه اللعب بالشكل اللي الاهلي بيلعب بيه، زي ما كان فايلر اول ما جه ابتدى اللعب كوره حلوه جدا، كل الناس كانوا متخوفين من فايلر جدا، مين فايلر ده، الاهلي جاب واحد غريب. لما لعب بالشكل ده الناس كلها قالت لك مدرب كويس قوي.
فالناس عايزه كوره حلوه، مصر المصريين بيحبوا انك تكسب بشكل حلو. يعني قبل ما تيجي فايلر، فاكر السنه اللي قبليها كان راجل اسمه ايه اللي كان ماسك الاهلي؟ في لاسارتي. لاسارتي ده ما انا بقول لك الاهلي كسب الدوري بس كان الاهلاويه ما كانوش مبسوطين، يقول لك الاهلي بيلعب وحش. ففي فرق ان مدرب يلعبك كوره حلوه وتكسب بشكل كويس. يعني الاهلي جاب جون اعتقد امبارح حاجه 40 نقله لغايه لما جاب الجون، دي بتبين لك ان السيطره والقدره على تدوير الكوره ومفيش ضغط والناس بتلعب بشكل كويس. فدي كلها حاجات اكيد عايز اخدك حسن على موضوع الزمالك. يعني الف سلامه لفرقه الرجاء كلها، ويا رب يقوموا كلهم بالسلامه، واهم حاجه بالنسبه لنا صحه اي فريق، يعني بغض النظر مغربي او مصري، ان شاء الله باذن الله كلهم بالسلامه ويجوا سلام. هل التاجيل كمان وعوده المصابين لنادي الزمالك مصلحه؟ بص، هو التاجيل مش مصلحه قوي، لان التاجيل انت كنت هتلعب وهم يعني فاقد منهم بعض اللعيبه. طبعا الف سلام عليهم واكيد سلامه الجميع طبعا، لكن انت بتقول لي على سؤال محدد، التاجيل كان هيبقى في مصلحه الزمالك؟ لا، مش الزمالك لعب من غير اللعيبه دي وكسب، فاهم؟ وهو كان هيلعب بقى بلعيبه ثانيه رجاء كمان مش موجوده، نص اربعه خمسه مش موجودين من لعبه، فطبعا اكيد مش في صالح الزمالك. بس في جميع الاحوال انت لازم اهم حاجه في العالم كله هي صحه البني ادمين، يعني مش يعني في الاخر احنا كوره ورياضه، في الاخر هي متعه وترفيه يعني، فلازم الناس تقدر هذا الشيء. وخلاص انت دلوقتي امر واقع هتلعب، فمش تقعد بقى تبكي على رابط سكوب وحرام وظلم وبتاع، لازم تشتغل وتحط لعيبتك في حته. انت عندك ماتش، مش تقعد تحط لعيبتك انت اتظلمت وان انت جايين عليك، طب هينزل مشدود وينزل مخنوق وينزل متضايق، خلاص لازم تشتغل وتلعب. ان عندك هدف مهم بقالك 7 8 شهور مضحي بحاجات كتير جدا عشان البطوله دي، انت مضحي بالمركز الثاني، يعني المركز الثاني مش حاجه حلوه قوي في نادي الزمالك، بس انت خلاص رضيت بالمركز الثاني عشان انت عندك بطوله افريقيا، رضيت انك بتضيع نقط كتيره في الدوري، انت لسه ما خدتوش. يعني عامه ان انت، ما هو ده برضه ما بقول لك الموقف في الدوري مش حلو بالنسبه للعيبه وبالنسبه لنادي الزمالك، بس انت ايه، ما حدش مركز في الموضوع ده عشان انت عندك بطوله افريقيا، فهتقعد بقى الخمس ست ايام تتكلم على ده ظلم وده مش ظلم، مش هتلعب الماتش كويس، ركز في الكوره. الزمالك لعب ماتش رجاء كويس قوي، لعب وكسب كوره ولعب بشكل كويس جدا، ان شاء الله يكسب هنا برضه. فان شاء الله ماتش، بس انا عايزك حاجه، يعني الناس حاطه خلاص الزمالك والاهلي في الفاينل، لا، الماتش صعب ولازم الزمالك اللعيبه تبقى مركزه جامد جدا. في رجاء فرقه كويسه، الشوط الثاني كان كويسه جدا في ماتش الزمالك، وعين 1-0 انت بتلعب هنا من غير جمهور برضه، فيعني كل شيء واي، لازم تنزل تلعب بشكل قوي جدا، تركز تكسب، تلعب بضغط، تلعب ما تسيبش مساحات، تشتغل بالشكل الطبيعي بتاع نادي الزمالك في الماتشات دي عشان ان شاء الله يوصل فاينل. يعني انا مأيدك مليون في المية صراحة. ربنا يخليك. المرات القضاء اللي بتقول حاجة نسمعها. كابتن ايمن، عايز حضرتك تكلمنا بقى عن احمد، وبكرة ان شاء الله باذن الله الوضع ايه، وربنا يوفقهم يا رب يا رب لحالة الفوز ان شاء الله. المكافآت هتكون كام بالظبط؟ حلوه دي يا سيف والله. انا اعرف كنت رحت وقلت يعني ان شاء الله باذن الله، بس كل مصر اكيد بتسال سؤال واحد. لو بكره ان شاء الله ربنا كرم، هيقول لك كام اكيد يا كابتن، هنسمع يعني ارقام وجفاءات. شنطه فاضيه بقى، لو عرفت كنت رحت سافرت يعني. يا رب ان شاء الله ربنا يوفقهم الاول. هم لحد دلوقتي اداء الحقيقه مشرف جدا بصراحه. يعني هم من بيراميدز، من الفرق اللي هي تقدر تقول عملت انجاز لنفسها، ان كسبت طبعا كل المباريات خارج ملعبها في الكونفدراليه الافريقيه طبعا. فطبعا ده حاجه انجاز يتحسب للعيبه. تيجي برضو ان فرقه تقيله. ناخد بقى صدر. كابتن هاني سعيد صدر. مدير رياضي نادي بيراميدز المغرب، نطمن عليه. كابتن هاني مساء الخير. كابتن هاني، حد يقول لي كابتن هاني معانا ولا؟ طيب ماشي، اتفضل يا كابتن. تيجي ان يعني كلعيبه كجمعيه وكافراد، لا فرقه تقيله، يعني فرقه تحس ان هي برضو ايه، ممكن تخلص مباراه في اي وقت. يعني احنا شفنا اخر مباراه حتى مع الـ الحرية كوناكري، ادوا بشكل رائع وبعدين صبروا على المباراه ابتدوا يشتغلوا شغل صحيح في الشوط الثاني، واحرزوا هدفين طبعا من اروع الاهداف، لان كان حريه كوناكري برضو نازل ما عندوش اللي هو القوه اللي هي تقدر توصل لمرمى بيراميدز. لكن بيراميدز برضو تحس ان هم هيكسبوا في اي وقت، يعني تحس ان الثقه للعيبه بتاعتهم والاسامي بتاعت اللعيبه بتاعتهم وماشيين بخطه ثابته من اول البطوله لغايه مباراه حريه كوناكري بشكل رائع. يعني برضو المباراة اللي هي
بتاعه نهضه بركان اكيد مجهزين لها تجهيز كويس. هيبقى برضو مش 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 موضوع المباراه ان هم ده نهائي بطوله كونفدراليه افريقيه فتتحسب لكل لعيب فيهم يعني على الرغم ان كل اللاعبين ممكن او بعضهم برضو احرز بطولات مع الانديه بتاعتهم قبل ما يجي بيراميدز. لكن انا بقول ان المباراه ديت ان شاء الله باذن الله يعني حاجه كويسه جدا بالنسبه للعيبه. طب استاذ حضرتك كابتن هاني مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. وحشني يا كابتن. ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. تحيات الكباتن الكبار كابتن ايمن منصور كابتن وليد صلاح كابتن حازم امام. انتوا سامعين صوت كويس؟ كباتن مصر تحياتي. ممكن تعلوا لنا الصوت بعد اذنكم؟ كابتن يعني الحقيقه كنا لسه بنتكلم على لقاء بكره. مبروك الحقيقه على اللقاء الاخير شرفتونا بشكل كبير جدا وكل دعواتنا وامنياتنا بكره ليكم ان شاء الله. يا رب يا كابتن يا رب خير ان شاء الله. الحمد لله على الماتش طبعا قبل النهائي بس المهم في الاخر ماتش بكره بقى ان شاء الله يعني ربنا يكون كاتب لنا الخير فيه باذن الله. ان شاء الله. طمني يا كابتن على حاله اللعيبه وشعورهم وطمني بكره هل في اي اصابات ولا الدنيا بكره تمام؟ لا الحمد لله ما فيش اي اصابات خالص الفريق كله كامل وجاهز والحمد لله حتى نتيجه الماتش حتى كانت كلها سلبيه الدافع كلها الحمد لله بفضل ربنا. بس لكن الحاله الحمد لله المعنويه كويسه بتاعت اللعيبه عندهم ان شاء الله اصرار باذن الله ربنا يرجع بالكاس باذن الله بكره. انا شايف قدامنا على الصوره هو يعني كابتن هاني ابو ريده موجود في الزياره ومعاه كابتن احمد مجاهد وبعض وفوزي لكشع يعني شايف النهارده كانوا في زياره ليكم. هم عدوا علينا في التمرين النهارده طبعا بيطمنوا على الفريق فكلمنا عليهم وقعدوا معانا شويه وبس وكملنا التمرين بقى فحاجه كويسه طبعا منهم كمساندة للفريق. طبعا انت دلوقتي يعني الله يكون في عونك بس اكيد قاعد بتحلم لقب بكره مهم لقب كبير جدا 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 لقب هياخد بيراميدز يوديه في حته ثانيه. طبعا طبعا ده اكيد بالنسبه للنادي طبعا هتبقى حاجه كبيره جدا ان احنا ان شاء الله كمان الموسم الجديد احنا لنا طموح مختلفه ان احنا نبني الموسم ان شاء الله بحاجه زي دي فدي اكيد هتفرق معانا جدا. فربنا يسهل حاجه طبعا كتاريخ للنادي وحاجه تاريخ طبعا للعيبه يضاف للعيبه وانا كمان هتبقى حاجه شخصيه ليا كويسه طبعا جدا ففي الاخر كلنا هنبقى مستفيدين منها يعني فيا رب ان شاء الله يكون كاتب لنا فيها حاجه كويسه. انت عارف يا كابتن اكتر واحد اتكلم عليك في حياته كابتن حازم امام. كابتن حازم كابتن حازم حبيبي. والله اكتر واحد الحقيقه اتكلم عليك وشكر فيك. يا كابتن حازم حبيبي يا هاني ربنا يكرمك ان شاء الله شخصيه محترمه يعني تجربه احترافيه كبيره جدا في ايطاليا وفي مصر هنا وشخصيه جميله والناس بتحبك والبوزيشن جديد علينا في مصر لكن ان شاء الله دايما كنت بشوف ان انت واحد من اهم الناس اللي هتعمل البوزيشن ده كويس وزي ما انت قلت ان شاء الله يكون اول لقب ليك وانت مدير رياضي في نادي بيراميدز وتشرفوا بمصر كلها وانا من اول الناس كنت بشوف ان بيراميدز من ساعه ما دخلت الكونفدراليه وانتوا الناس المرشحه بالنسبه لي كنتوا رقم واحد يعني الناس كل الفرق اللي شفناها محترمه لكن بيراميدز الاكثر تنظيما الاكثر كفاءه والاداره كمان بتاعتها ما شاء الله كلكم على احسن ما يكون يعني كلكم شباب زي الفل فان شاء الله ختموها مسك بكره باذن الله يعني وتحياتي لكل البعثه اللي عندكم باذن الله ان شاء الله. ربنا يكرمك يا كابتن ويا رب ربنا يكرمنا ان شاء الله وبشكرك طبعا على الكلام الجميل ده اللي هو لما يبقى طالع من كابتن حازم اكيد بتبقى حاجه برده مختلفه. حبيبي يا هاني ربنا يخليك. كابتن وليد برضو اكيد عنده كتير. كابتن هاني عامل ايه؟ الحمد لله كابتن وليد اخبارك يا كابتن؟ يا رب بالتوفيق ان شاء الله. يا رب يا كابتن ان شاء الله. ان شاء الله سلامنا للبعثه كلها وشدوا حيلكم بتمثلوا مصر طبعا وانتوا قدها وقدود يا رب تمتعونا بكره ان شاء الله باداء كويس ونتيجه كبيره ان شاء الله. يا رب يا كابتن ونتكلم بكره بعد الماتش ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. يعني يا كابتن كنا لسه بنتكلم مع كابتن ايمن منصور دلوقتي بيكلم احمد ما بيردش عليه فلو تطمنه يبقى كتر الف خيرك. لو رد عليك يا كابتن بقول لك الموبايلات معاك فلو تطمنه يبقى كتر خيرك يعني. ازيك يا كابتن هاني اخبارك تمام الحمد لله؟ تمام يا كابتن الحمد لله. ان شاء الله تبارك لكم بكره باذن الله وان شاء الله يكون فال حلو عليكم بالمباراه اللي عملتوها قدام حوريه كوراكي وان شاء الله تنهوا البطوله في وتجيبوا الكاس في حضنكم باذن الله وانتم جايين باذن الله. يا رب يا كابتن ان شاء الله دعواتنا ليك. اول واحد هيكلمك هو بكره ان شاء الله. ربنا يخليك. بصراحه كابتن يعني اهلي زمالك كلنا في انتظار بكره انكم تكسبوا ونستنيكم نستناكم ان شاء الله باذن الله وشرفتونا وكلكم وجهات مشرفه والحقيقه انت زي ما حازم قال وكابتن وليد وكابتن ايمن قدمت اوراق اعتمادك في الحته دي بشكل جيد ويا رب ان شاء الله باذن الله نبارك لكم بكره يعني بتمثلوا الكره المصريه ويا رب بكره ان شاء الله باذن الله تكونوا سفير جيد لينا.
يا رب يا كابتن ان شاء الله، ونعمل حاجه كويسه لينا وللكره المصريه عامه ان شاء الله، تبقى يعني ان شاء الله تبقى نتيجه كويسه بالنسبه لنا باذن الله. يا رب ان شاء الله. بشكرك كابتن، اتمنى لك كل التوفيق باذن الله ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا كابتن سعيد مدير رياضي النادي بيراميدز. ونسيت اقول له ان موضوع المكافئات برضو قلناها لك يعني انا مش عايزين حضرتك غير اما تبشرنا بقى بالحاجات ان شاء الله باذن الله. هي بس مكسب معنوي كبير جدا. بيراميدز فوزه ببطوله زي كده يحطه في حته ثانيه؟ لا طبعا، يعني هي دي كل يعني في اول او ثاني، دي ثالث مشاركه ليهم في افريقيا او ثاني مشاركه، لكن دي تحطه في وضع ثاني خالص، يعني الثانيه في افريقيا الموسم اللي فات والموسم دوت. فالموسم اللي فات يمكن طلع من الادوار الموسم اللي فات ثانيه، دي ثانيه. فبرضه يعني حته ان هو يوصل للموسم دوت بيكمل اللي عمله السنه اللي فاتت، فبالتالي انا شايف ان معلش يا كابتن دي واحده بس عشان ما نبقاش نبقى يا جماعه حد في الاعداد هو بيراميدز دي الثانيه اول يا ابني مشاركه ليه؟ ومش خدوا طلعوا الثالث السنه اللي فاتت فطلعوا دي اول مشاركه. شفت؟ ايه؟ خلاص عشان بس ما نحرجش. ما انا ما اعرفش والله الثانيه فعلا؟ اتفضل يا كابتن. فطبعا هو بيكمل اللي بدأ. ماشي يا عم، انا عارف ان الاولى بس محرجه اقولها، ما تقعديش تبص عليا خلاص، هيقعد يشتغلنا طول الاستوديو. ايوه اول مره فعلا. ايوه هي الاولى. ايوه بس انت شككتني يا فندم، هي الاولى والله. بس يا كابتن هو بياخد، انا يا كابتن مشيت عشان المصري وبيراميدز، هيقعد طول الحلقه هيقعد لنا. انا شكيت في معلوماتي اصلا، السنه اللي فاتت دخلوا طلعوا الثالث السنه اللي فاتت، دي اول سنه. والله حضرتك جوه اعمل لي ازاي يا كابتن صلحه، قول الاولى خلاص انا سامعك. بس دي حاجه حلوه ان اول سنه يخش دي عمرها ما حصلت متهيألي، ما اعرفش خلي الاعداد يقول لك هل في فرقه تخش اول مره بطوله توصل فاينل؟ صعب وان شاء الله تاخدها، يعني متهيألي دي اول مره تحصل يعني. بس بالعناصر اللي موجوده في بيراميدز فعلا انا شايف ان هم يعني فرقه تحس ان هم متكامله. دي تاني مره المقاولين عملها مره في 82 بالظبط كده، والاسماعيلي عملها في 69 في دوري الابطال. كان اول مره يخش في حياته ودخل كسب. لكن انا شايف ان هم جادرين بان هم يوصلوا للنهائي، وجادرين ان هم ان شاء الله يحرزوا البطوله، ان العناصر هي اللي بتقول كده اللي موجوده فيها. ممكن بيراميدز يبقى ليه جمهور في يوم من الايام؟ ليه لا؟ ما يعني برضو تحس ان هم في الفتره الاخيره ديت برضو كان بيبقى في جمهور في الملعب في الماتشات بتاعت الدوري. فحته الاداء بتاع اللعيبه هي الفيصل الكبير طبعا، ان هم يبقى ليهم جمهور، وتحس ان هم فرقه كلها نجوم، يعني تحس ان هم برضو كل واحد بيبقى في حته شكل، يعني كل واحد ليه ميزه، فبالتالي كلهم لما يعني بيبقى في جمعيه في الاداء بتحس ان بيطلعوا احسن حاجه ليهم في كل مباراه، لان تحس ان هم برضو عايزين كل واحد يشتغل انه يوصل للاحسن سواء في الدوري او في البطوله الافريقيه. غياب الجمهور يا كابتن يضيع الفوارق ما بين نادي زي بيراميدز واهلي وزمالك في الملعب؟ طبعا مليون في الميه. خد بالك المباريات الكبيره تلعب على التفاصيل، فانت في غياب الجمهور طبعا مليون في الميه بتفرق كتير جدا. احنا شفناها مع الوداد في المغرب، شفناها مع الرجاء، بصراحه جماهيرهم على ملعبهم مرعبه، زي ما جماهيرنا برضو جماهير الاهلي والزمالك في استاد القاهره برضو مرعبه. لكن لما بيغيب الجمهور بتتساوى الفرق، انت بقى فريق شركه او فريق مثلا مستثمر او فريق مؤسسه، اذا كان مؤسسه عسكريه او مؤسسه بترول او واتيفر، انت بتلعب فرقه جماهيريه كبيره بس ما فيش جمهور. فبالتالي الفروق هنا بقى بنروح لحته الاستثمار اللي كابتن ايمن قال عليها. انا جايب مين؟ انا النهارده احمد الشناوي منتخب مصر، مهدي سليمان منتخب مصر، شريف اكرامي هيبقى منتخب مصر، رمضان وعبد الله وفتحي وعلي جابر وعمر جابر، بص واحمد ايمن منصور، وناحيه اليمين احمد توفيق ورجب بكر، كلهم محمد حمدي، محمد فاروق، فرقه اكنك واخد منتخب مصر، فرقه دوليه. فانا مش عايز اقول عيب، لكن احنا لازم ناخد البطوله ان شاء الله. يعني احنا انت خد بالك في على ارضيه الملعب اكتر من حوالي 7-8 لعيبه خدوا بطولات، خدوا بطولات كبيره. طب هسأل سؤال تاني كابتن حازم، العائد المادي او الارقام الماديه اللي تدفع تضيع الفروقات؟ يعني انت النهارده لاعب مثلا في الزمالك او رحت بيراميدز تاخد مثلا رقم مختلف، الرقم ده يديك دافع ان انت تأدي بشكل تاني او ان انت دايما تلعب على بطوله، ولا لا الجماهير بس اللي بتدي الحته دي؟ لا الجماهير بتعوض، الجماهير بتعوض. يعني انت ممكن ما تاخدش رقم كبير عشان بتلعب في نادي كبير، صح، لكن هتروح لنادي تاني ما فيهوش جماهيريه هتعوضه بقى بالماديه. لكن دايما بيخلي واحد مثلا عايز يلعب في نادي كبير ايه؟
ان جماهيره كبيره، اسمه كبير، فبالتالي يقول لك طب انا هسيب جزء من الفلوس دي عشان النادي ده كبير، نادي ليه تاريخ، نادي ليه جماهيره كبيره، لما هبطل كوره الناس تفضل. ده لسه موجود يا حازم؟ اه طبعا لسه، طول ما في ده انديه جماهيريه كل ما بس احنا شفنا حالات كتيره وفي حالات بس هتلاقي حالات برضو، هتلاقي في حالات مثلا ما يعني طارق حامد مثلا اول السنه كان المفروض هيروح برضو وما راحش، بس قعد في النادي الزمالك، بس برضو حصل عمليه تراضي، ولكن ماشي دايماً نقول بس قعد، دايما نقول ان في ناس معينه على فكره يعني مثلاً انا مش بغلط اللي راح او مش بقول اللي قاعد، لا لا بس بقول لك في بقول ناس بتوافق انها تقعد، لا لا مش كده، انا بقول على المنافسه بين الاهلي والزمالك في الفلوس دايما، دول النادي اللي كانوا بيدفعوا، حازم امام ما يروحش الاهلي، حسام غالي ما يروحش الاهلي، حسام غالي مثلا ما يروحش الزمالك، عماد متعب ما يروحش الزمالك، شريف اكرام ما يروحش الزمالك، كويس شيكابالا مثلا ما يروحش الاهلي، نفترض دخل حد ثالث فلوسه اقوى من الاثنين، لا يهدي يعني حازم امام لو بيلعب في الزمالك يقدر يروح بيراميدز يعني دلوقتي، انا بتكلم لو انت بقول لك دلوقتي بقى في عنصر ثالث معاه فلوس اكتر من الزمالك والاهلي، انا عايزك تركز معايا بس في الحته دي معلش، انت دلوقتي انت بتلعب جالك من الاهلي انت بتاخد مليون، جالك 20 مليون من الاهلي تروح؟ لا يمكن صح، ايوه بقول لك ما حصل يعني صحيح، جالك من بيراميدز تقدر يعني تحل؟ لا يعني اكيد يعني هروح الاهلي بقى احسن يعني، اكيد الاهلي جماهيره اكتر، فلو انا هسيب الزمالك لو حد يعني هيسيب الزمالك ويروح لنادي تاني انت ما تقدرش تروح الاهلي تاني. انت كحازم النهارده انت لو انا حازم يعني كحازم شخصيا أو ولا سين يعني عايز مثلا حسام غالي يعني في حسب الشخصيه يعني حسب انا مثلا كابتن في لعيبه يا كابتن ما تقدرش تروح من الاهلي للزمالك عشان يعني الجماهيريه يعني عشان الجماهيريه والعيله وما تقدرش العيله حاجه والجماهيريه يعني برضو انت كجوه النادي بشكل معين جالك السين صاد عين مش هتمشي غير لو النادي مشاك، لكن في ناس مثلا ما عندهاش غير الجماهير يعني هو مثلا جه لعب شويه سنتين ثلاثه وجاله عقد تاني في حته تانيه فممكن يمشي ما عندوش الحته ان الجمهور هو قاعد في نادي فيه جماهير بس ما فيش الارتباط قوي، ممكن يقول لك انا لا يا عم انا قعدت سنتين ثلاثه واشوف مستقبلي، وفي ناس يقول لك لا السنتين ثلاثه دول انا لا دول هعيش عليهم 20 سنه 30 سنه او حياتي كلها بعديها، هي حسب كل واحد بيفكر ازاي يا سيف وحسب يعني كل واحد عايز ايه في حياته، ما خلي بالك برضو مش كل الناس بتفكر زي بعض، مش كل الناس دماغها زي بعض، في ناس بتشوف حاجه معينه، احتياجات الناس مختلفه، انا ما اقدرش عشان كده ما بحبش احكم على حد مثلا يقول لك ايه ده طماع بيحب الفلوس، حازم الارقام ما هو انت الارقام بتهمل، ما انا بقول لك يعني احنا كل واحد حسب احتياجاته، كل واحد حسب احتياجاته، انا ما اقدرش احط نفسي مكان واحد جاله فلوس كتيره جدا واقول لك اصل ده طماع، طب ما هو انا معاك طبعا صح، هي بقول لك كل كيس حسب الكيس يعني، لكن ده ليه يعني النادي الجماهيري ده اللي تضمنه ان انت هتفضل طول عمرك بعد ما تبطل كوره يا سيف انت موجود في الشاشه، موجود في الدنيا يعني في الاعلام، في الناس جمهور في ظهرك على طول، اي حاجه بتطلع الناس عارفاك، فانت في حاجات ممكن تبقاش ماديه ملموسه بس بتحسها بقى لما تبطل، احنا انا بطل كوره بقالي 10 سنين وكابتن وليد مبطل بقاله يعني اكتر، كابتن ايمن اكتر مننا، بس هتلاقي دايما ايه ان في جماهير يعني كابتن ايمن لغايه دلوقتي السوبر اسمه السوبر، كسب ماتش السوبر فكابتن ايمن بقى هو اول سوبر الزمالك خده، كان كابتن ايمن هو اللي جابه، هل كابتن ايمن لو بيلعب في نادي مش جماهير وجاب السوبر حد كان مع احترامي طبعا يعني كان هيبقى بنفس وهج كابتن ايمن لو هو دلوقتي طبعا لا نفس الكلام، فهي بتبقى نظريه انت عايز ايه كلاعب كوره، انا بقول لك يمكن انا احنا جايين من هناك بقى، احنا جايين من بعد ما بطلنا فشايفين اللي شفنا في ناس كتيره، لا النادي الجماهيري اكيد مستقبلك معاه بيبقى احسن، ممكن ما يبقاش فلوسه اكتر بس انت هتعيش في الـ في الـ في الـ في الاضواء وهتعيش في الـ الناس تفضل حباك طول عمرك، وده كان في الاجيال بتاعتنا بشكل يعني موجود وبشكل كبير جدا، خد بالك احنا بنعملها كابتن سيف انا بصراحه مختلف شويه، ما هقول لك بس حاجه يعني معلش يعني مصر فيها حالتين ثلاثه فيها مثلا كابتن وليد كابتن ايمن كابتن حازم امام لعيبه كتير في ناس كتير جدا اتفضل بس في عبد الحليم علي في اتفضل وهادي خشب ومحمد يوسف الاسامي الكتيره دي حسام وكابتن ابراهيم لما بطلت في الاخر فاهم قصدي ما عملتش العائد المادي يعني عدد كبير جدا كان بيلعب في انديه جماهيريه والعائد المادي دلوقتي مش موجود صح فما تقيس مثلا على نفسك انت ممكن تكون في مكان في كرسي في حته ما بقولكش كده ناس كتيره جدا دلوقتي بقت لعيبه تبص لها ازاي طب ما انا بلعب في نادي هروح بعد كده اشتغل في مدرسه كوره او في النادي هاخد كام كابتن المكان اللي بارقام كبيره قليل جدا يا كابتن وعلشان كده احنا ما بنغلطهمش على فكره والانديه معذوره يعني غلط الناس بقول لك كل واحد حالته وادارات الانديه معذوره يعني اداره الانديه مش هتشغل 50 مدير فني مش هتشغل 50 مدير كوره معذوره بس عايز اقول لك في الاجيال بتاعتنا ده كان بيحصل بشكل مختلف شويه اللي هو الاحتراف انت كان بيجي لك عروض احتراف
ب 10 و15 ضعف اللي انت بتاخده وانت بتفضل في النادي بتاعك. فنفترض اكن بيراميدز مثلا الاحتراف. ايوه نفترض. فانت بيحل لك الاحتكام بتاع من الاهلي للزمالك ومن الزمالك للاهلي. ماشي، بس احنا في الاجيال بتاعتنا يعني كان في انا لازم اطلع فاصل وارجع نكمل مع حضرتك لان عندنا ازمه كبيره في الفاصل. فاصل ونرجع لكم تاني. كل الناس بتتكلم السنه الجايه ومنافسه قد ايه شرسه هتكون ما بين الزمالك والاهلي وبيراميدز، مختلفين ولا متفقين؟ اكيد متفقين طبعا. بيراميدز ان شاء الله باذن الله بكره تاخد الكونفدراليه والاهلي والزمالك. صعب برضه مش صعب. ماشي، انا لسه ما بقاش قصه. وان شاء الله باذن الله الاهلي والزمالك في نهائي البطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله يعني. يا رب. ايه اللي هيكسب؟ هتاثر على بدايه الموسم اللي جاي؟ هتاثر على بطوله الدوري والبطولات اللي داخله بصفه عامه بقى يعني اللي بالبلدي كده؟ ايه اللي هيكسب؟ هتكون انطلاقه ليه السنه الجايه ان هو يفرق، واللي هيخسر هيكون عنده أزمات كتيرة يقعد يعالجها. بيراميدز يعني لا قدر الله لو خسر مع لا مش مشاكله كبيرة قوي يعني، خصوصا هو خلاص عمل فرقة تقريبا يعني بشكل كبير تاني السنة الجاية. رمضان أكيد لعيب كبير جدا هيفرق معاه، شريف إكرامي لعيب كبير جدا، أحمد فتحي لعيب كبير جدا مع اللعيبة اللي موجودة، فهو عامل فرقة السنة الجاية أوريدي كبيرة وداخل بيها بشكل مختلف تماما. لكن طبعا اللي هيكسب ما بين الزمالك والأهلي لو إن شاء الله الزمالك وصل فاينل، طبعا خساره الفرقه هتبقى صعبه جدا جدا، وهتبقى يعني انك تلعب فاينل زمالك واهلي افريقيا عمرها ما حصلت في التاريخ، وبالتالي اللي هيكسب خلاص يعني هيبقى. اسالك سؤال انا متاكد ملوش اجابه عنه. مين فيهم اشد اكتر او في احتياج اكتر للمكسب؟ لا كل الاثنين، اصل يعني بطوله افريقيا غايبه عن الاهلي وغايبه عن الزمالك. طبعا الزمالك غايبه بقى لها اكتر من الاهلي يعني، زمالك من اخر سنه احنا خدناها 2002 بقى لنا كتير، بس الاهلاويه بص لها بشكل تاني. والاهلي بقى له فتره خسران اخر ماتشين من الزمالك. إيه؟ والاهلي خسران، الاهلي خسران من الزمالك. طب انا بقول لك والاهلي الزمالك كسبان مثلا بطولتين سوبر. لا الاهلي محتاج مع الدوري بطوله ثانيه. طب ممكن عادي يقول لك الزمالك ما خدهاش من 2002 يبقى هو الاكثر احتياجا. الاهلي خدها مثلا اخر حاجه 2013 ولا كام مش فاكر. 2000 يعني خدها قريب عن الزمالك، فبالتالي فهتفرق جدا في بدايه الدوري. اكيد اكيد اللي هيخسر في النهائي خصوصا لو الفرقتين من مصر هتبقى الخساره هتبقى بالنسبه له صعبه في البدايات طبعا. مش بس فنيه، لا هي الخساره الجماهير، خيبه الامل اللي هتبقى عند الجماهير ان الطموحات بتوصل للسما خلاص. انت وصلت للفاينل، لا واول مره تخسر من نادي اول مره الطموحات تتساوى يعني. أيوة. جمهور الزمالك عشمان قوي لو كسب، وجمهور الاهلي حاسس ان البطوله في الجزيره. الخساره يا سيف لما بتبقى من صاحبي وحبيبي واللي معايا غير لما تخسر من بره مصر. صح. انت لما تخسر من الاهلي او الاهلي يخسر من الزمالك غير لما تخسر من اي نادي تاني. الامور يعني انت بتخسر من حد تاني هتزعل طبعا اكيد، بس مش نفس خسارتك لما تزعل لما تخسر من المنافس التقليدي بتاعك. صح. فهي دي اللي هتبقى، هي دي اللي هتعمل يعني بدايات صعبه اللي هيخسر يعني. يتاثر الاهلي بغياب احمد فتحي عن النهائي؟ طبعا
يتأثر بغياب أي حد، ولكن في الآخر مستر موسيماني حاطط تشكيلة وحاطط استراتيجي بيلعب بيه. خد بالك أحمد فتحي في الطبيعي مش من اللعيبة اللي هتبتدي المباراة، يعني محمد هاني هيبتدي يمين وعلي معلول شمال. احمد فتحي من اللعيبه اللي دايما عنده حلول، صح. يعني لو في حد غاب في اي مركز احمد بدليل ان المركز بيلعبه باكلف. كلام مظبوط مليون في الميه، مليون في الميه. الاهلي الاحسن ان احمد فتحي يكون موجود، لكن في الاخر اللي موجودين يقدروا يسدوا وكلهم اساسيين ورجليهم في الملعب. لكن كمان انا عايز اقول حاجه على الجزئيه اللي اتكلمتوا فيها، ان احنا كمان عايزين نوجه الجماهير يا كابتن سيف، لان ان شاء الله باذن الله ان الزمالك لما يكسب الرجاء ونروح للنهائي اهلي وزمالك، اتمنى ان احنا نشتغل عليها في الاعلام كويس، يعني نحاول بقدر الامكان. ما اعرفش نعمل ايه بقى، نعمل مبادرات، نروح تمرين الزمالك، ناخد نجوم الزمالك ونروح تمرين الاهلي، نعمل اي حاجه بحيث ان احنا نهدي السوشيال ميديا شويه. احنا يعني انا شخصيا اتمنى ان المباراه دي تتلعب بجمهور مثلا، اتمنى ان يكون مثلا 1000 من هنا و1000 من هنا و2000 و2000 ويبقوا قاعدين في تباعد، بس يبقى المباراه شكلها حلو. مباراه اولا الاهلي بيلعب كره حلوه قوي، الزمالك بيلعب كره مفتوحه، الفرقتين يقدروا يدوا لنا كره حلوه، يقدروا يدوا لنا نهائي يليق بمصر. اتمنى كده، واتمنى ان احنا نشتغل عليها، يعني حضرتك والكابتن شوبير وكابتن ابراهيم وكل الاعلاميين نشتغل عليها بشكل كبير. انا شخصيا فكرت في حاجه ويعني بدأنا خطوات فيها، وإن شاء الله يعني هنعلنها من خلال حتى من خلال أغنية لصديق فيها نجوم من الأهلي وفيها نجوم من الزمالك ومتصورة بشكل لطيف كده، إنها تقول إن إحنا ها سيف هيطلع في الأغنية. كابتن سيف لا كابتن سيف خدمنا فيها يعني في التصوير في حاجات معينة، لازم يطلع في صوت برضه. ما هو يعني أما نشوف بقى. بص يا كابتن ربنا هيروح حلو ولا يروح بص يا كابتن ربنا حلو ولا ربنا يسامحك ليه؟ بص يا كابتن لازم يدي حته ولازم حته معديه، انا ايه علاقتي بيها؟ ناس وبتعمل اغنيه وحفله والناس بتحتفل دلوقتي، انا ايه دخلني؟ لازم بص فكك تسيب معاك فين؟ بصيلك شويه ماشي مش هتطلع في الاغاني دلوقتي فين الاغنيه؟ انهي اغنيه فين؟ عايزين نحاول نشيل التعصب من بدري، يعني يبقى احنا عندنا برضو استشفاف كده. بيضحكوا علينا يا كابتن والله ما بهزر، الناس بتشتغلنا يعني، يعني قصه كده الناس تقعد تمشيها، واهلي زمالك واحتقان، الدنيا طول عمرها ماشيه طول عمرنا الدنيا لذيذه. ما هو بس قبل قبل السوشيال ميديا يا كابتن، قبل ما كابتن الجمهور لما كان في الملعب كان بينفس يا كابتن. انا كل ما اجيب لعيبه كبار واحنا واحد، لعيبه صغيره احنا واحد، اجيب الناس على السوشيال ميديا سواء الاهلي والزمالك على الشاشه، الدنيا عادي جدا مفيش قصه. واحنا برضو مش هنقدر نغمى عينينا عن اللي احنا شايفينه على السوشيال ميديا. لا انت النهارده يا كابتن سيف حضرتك لما بتقول حاجه، يعني انت بتقول كابتن ايمن مثلا ولا كابتن حازم هتشجع الاهلي، فيقول لك اه هشجع الاهلي في افريقيا، انت اتفرج على اللي بيتكتب. ما احنا برده مش بعيد، انت بتخش على الكومنتات ولا بتخش على تعليقات الناس. لا وبعدين اهلاوي يتكلم تبص تلاقي 100 زملكاوي رد عليه، وراح 1000 اهلاوي رد عليه، وبقت العمليه. نتمنى ده دورنا برده، نتمنى لان الولاد دول صغيرين. انا معاك يا كابتن، دي اللقطه الحلوه اللي احنا مستنيينها. يعني بص الاغنيه بتاعت تامر حسني مثلا، النجم الكبير تامر حسني بتاعت مؤمن. بص سيبك من ان هي معموله من تامر المؤمن، وطبعا حاجه بص مين جواها. ايوه دي اللي انا شاركت كل فيها. دي اللي انت دي اللي شاركت احلى لقطه. احلى لقطه انت. بص كله عمل كده بس بتاعتي دي مختلفه. انت مختلف. لا لا دي مختلفه. ايوه دي بتاعتك دي. اصل انت مش اي حد يسد ودنه. يعني خد بالك الناس بتتاثر جدا بكلام النجوم. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله الزمالك بس يكسب الاول ان شاء الله، ونروح بقى لملحمه عايزينها في استاد القاهره تكون جميله هاديه. والله النهارده مثلا الكلاسيكو برشلونه والريال، الكره ملعب الاحسن وعلى التفاصيل. بص الانجلي بيعمل غلطه خلاص. دي حقيقه. حازم امام قلقان من الماتش بتاع الزمالك. لا ما انا مع حازم تماما طبعا، احنا بنفكر في مباراه النادي الاهلي ومش مفكرين في المباراه اللي هي بتاعت الرجاء. فانا شايف ان برضو لازم يتعمل لها مليون حساب، لان طبعا مباراه هامه جدا، ودي اللي هتوصلك السلم اللي هتوصلك للنهائي. فبالتالي برضو ممكن احنا او بالكلام او الجمهور يقول لك مثلا احنا ايه يتشغل بمباراه النادي الاهلي وهو لسه ما خلصش مباراه الرجاء. فبالتالي لازم 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 الجهاز الفني ازاي يهيئ اللعيبه، لازم اللعيبه نفسها يعني ما تحسش ان هو يبقى المكسب اللي هناك 1-0 مش 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 بعيده على الرجاء، وخاصه صح. ان انت بقى ايه هتشوف الناس اللي هترجع لك مين، هل ساسي راجع، محمود علاء راجع، في الفرقه هتكتمل
ولا لا. لكن برضو ممكن تكون الرجاء احنا لغايه دلوقتي مش عارفين هل عن ممكن في ناس اضافه جديده هيبقى بشكل تاني في المباراه. انت عارف يا كابتن المشكله ايه؟ ان احنا مش مصدقين ان الزمالك والاهلي قدوا كده هناك. يعني مع الولاد نقول استنى بقى الرجع هنا بالزبط. وممكن الريمونتادا برضو مع الزمالك استنى الرجاء هنا. مش معقول الماتشين هيمشوا سهلين كده. لا بس الزمالك برضو معلش يعني هو 1-0 دي مشكله يعني. دي لو هم مثلا بالتالي انت السيناريو بتاعك الراجل هناك ما هو مش هيفتح هيلعب بالمباراه برضو مش هيفتح الجيم قوي برضو ان شاء الله. هنا هنا الزمالك بهدف الزمالك ان شاء الله يخلص. أنا احنا نتمنى طبعا نادي الزمالك يخلص بس ما تبقاش مباراه خادعه بالنسبه للعيبه وللجهاز ان شاء الله. ان طبعا يخلصوا المباراه ويبصوا بعد كده للنهائي مع النادي الاهلي ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم شويه على الدوري المصري، نتكلم شويه على كابتن حسام البدري والقادم المنتخب الوطني بعد الفاصل. كابتن حسام البدري فضل ان هو ما يعملش معسكر عشان يسيب مساحه لمباراه الدوري الممتاز، وان هو يسيب مساحه كمان للاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه وبيراميدز في الكونفدراليه. ده الصح يا كابتن ولا الغلط؟ انا شايف ده صح طبعا، لان طبعا عايزين نخلص من الدوري وعايزين برضو نهيئ اللعيبه ديت نديهم فتره راحه. بس برضو في لعيبه منتخب ان هم ازاي حته التجميعه ديت برضو يكونوا خدوا الراحه المناسبه بتاعتهم. لكن انا شايف ان هو مناسب جدا جدا طبعا ان هم يخلصوا من ماتشات الدوري دي. عليها عامل كبير ان برضو يطمن على اللعيبه اللي هي مثلا هيتم اختيارها في الانديه. يعني ممكن لا قدر الله حد يتصاب، حد يبقى برضو مطمن ان هو خلاص خلص ماتشاته وخد الهيكل. اطمن على مين في الاهلي يا كابتن؟ لا ما هو حسب اختياراته بقى، يعني هو حسب وجهه نظر حضرتك الفنيه. يعني اطمن على عندك السلية، عندك أيمن أشرف، عندك الشناوي، عندك يعني لا وفي في الزمالك برضه، يعني مش الأهلي بس وباقي الأندية. واحد يمشي معايا في الأهلي يا كابتن ما تقلقش برضه، ده بعض اللي هيطمن عليهم. ده بعض اللي هيطمن عليهم. أنا جاي لك أهو. ما أنا جاي لك بالظبط. فين تاني؟ مين تاني في الأهلي؟ عندك يعني وقفشة وحسين الشحات. وقفشة وحسين الشحات ودي وجهة نظر. يعني ممكن يختار مجموعه ومجموعه برضه مش حسين الشحات يبص عليهم ولا يحتاج وقت؟ لا يبص عليهم برضه، يعني ان برضه مش هيبص على برضه يعني في النادي الاهلي بس، ما هو منتخب ممكن هيبص برضه في انديه ثانيه عشان برضه في لعيبه تشبه برضه قفشه او تشبه حسين الشحات. فيبقى برضه حته ان هو اختياراته حسب دماغه هتبقى فين المباراه. طيب اللي جايه ده لو بص من الاهلي، لو بص من الزمالك هيبص على مين؟ هيبص على الفرقه كلها. خد بالك هو انا من وجهه نظري احسن قرار خده كابتن حسام البدري. احنا مش لازم كل حاجه نقلد، هو الراجل اتقطع يعني كابتن حسام البدري على السوشيال ميديا وعلى وبرده من بعض الصحفيين. انا على فكره بتفق معاك تماما. يعني احنا مش لازم كل حاجه نقلد. طب انت عايز عمال تقول اشوف المحترفين وانت مش عارفهم؟ ما انت شايف صلاح اهو ما شاء الله مكسر الدنيا والنني وتريزيجي. بص على مين؟ ولو جابهم من الاحتراف هيقعدهم في حجر صحي وقصه كبيره. هيبص الزمالك على مين؟ هيبص على ابو جبل، وهيبص على حازم امام هايل كباك رايت، وهيبص على الونش وعامل اداء غير طبيعي، هيبص على عبد الغني ومحمود علاء، وهيبص على عبد الله جمعه اللي رجع فاق تاني، طارق حامد طبعا واحد من نجوم منتخب مصر، هيبص على زيزو، مش هيبص على زيزو، هياخد زيزو المفروض متالق بشكل كويس، طارق حامد واحد من نجوم منتخب، مصطفى محمد طبعا مفيش كلام، يبص على اوباما اللي شغال برضو بشكل كويس قوي، يبص على زيزو، زيزو خلاص لازم يتاخد، يعني زيزو انا متهيألي. طيب ففرقة الاهلي وفرقة الزمالك ما شاء الله يعني ما شاء الله. وجهة نظرك ان هو هيبص على دول؟ من وجهه نظرك بقى حازم، اهلي زمالك بيراميدز، حازم حميز مين؟ جديده دي
من وجهه نظرك يمين. انا والله ما في يعني مش بركز يعني في القصه قوي. من وجهه نظرك يا كابتن حسن، هو دلوقتي هيبص على الاهلي على الزمالك على بيراميدز، هياخد مين؟ وفي انديه كتير كويسه يعني اكيد هياخد من ناس ثانيه. خلينا في الثلاثه بس الاول عشان برضو الفرق الثانيه دي برضو ليها لعيبه يعني كويسة. خلينا في الثلاثه ونسيب مساحه الثانيه لو حتى حد في دماغك. اسامي كلها موجوده طبعا يعني، تفضلوا الكباتن قالوها، وبيراميدز اكيد عبد الله السعيد موجود، اعتقد هياخد احمد توفيق كباك يمين. انت خلي بالك عندك مشكله في الباك يمين باك الشمال، انت مين هيلعب باك شمال عندك منتخب مصر؟ كان عبد الشافي بيلعبها، وعبد الشافي مصاب بقاله فتره. انا ممكن اقول اسم في اسامي طبعا، بس يعني لازم يبص على السيد سالم عليها يعني، هتلاقي لسه عليها اختبار يعني، ما عندوش لسه تاكيد. ما في في سيد سالم وفي حمدي هايل حمدي بتاع بيراميدز، محمد حمدي لعيب كويس، وعبد الله جمعه شويه، لكن برضه ما فيش حد منور يعني اللي هو خلاص ده باك ليفت مصر فاهم. وباك رايت مصر برضه مش يعني، هاني دلوقتي لسه طالع شويه كويس، بس بقاله ماتشين كويس، لكن قبل كده مثلا ما تبقاش منور قوي. ان محمد هاني حازم متعور كتير، بس برضه ما يقدرش تقول ان ده هو الباك رايت الرئيسي، فعنده كذا مكان مشوش شويه. لو كابتن حسام في الحته اليمين بيقارن ما بين هاني وما بين فتحي، ياخد مين؟ انا ولا هو؟ لا انت وجهه نظرك الفنيه. انا بشوف فتحي من وجهه نظري لعيب قوي جدا. انت هتلعب ماتشين في 5 ايام، محتاج حاجه معينه حسب برضه هو، ممكن يبقى عايز هاني بيهاجم بيعمل كورس يعني، حسب ان هاني برضه في الفتره دي ماشي كويس. لكن انا بشوف فتحي لعيب مرن يعني، يلعب باك يمين، شفناه دلوقتي بيلعب باك شمال، ديفندر يلعب، سيرد باك يلعب. بس هي فتحي مشكلته انه لو ما لعبش بيقلب وشه شويه، فممكن المدرب بيبقى. بس بصراحه ما عملتش مع كده مع موسيماني، لا قلب وش ولا قلب ظهر. لا ما يعني عشان الراجل قاعد خلاص، هو ماشي في يعني ماشي، فبرضه مش هيعمل مشكله وهو ماشي يعني. برضه ما هو راجل كويس ان هو قاعد، اول مره تحصل في التاريخ الاهلي ان حد يروح نادي تاني ويلعب في الاهلي الفتره دي كلها. ده لو هو مش بقى وانا مش ماشي مشكله لا لا، هو عايز يلعب. فتحي اهم حاجه يلعب في الملعب، هو بيحب الكوره بيحب اللعب. لكن فتحي من اللعيبه اللي ما بيحبش يقعد احتياطي، مش هيقلب وشه، هيبقى حاجه غلسه يعني. بس في مدربين يقول لك ممكن ما اجيبش حد يعني هيبقى عندي مشكله وقاعد بره ومخدوش خالص يعني. بس فتحي طبعا انا من وجهه نظري لعيب مهم جدا يعني. بس ده بالنسبه لفتحي وهاني يعني. المسافه ما بين الشناوي وجبل كبيره؟ لا 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 مش كبيره. الشناوي هايل ودي مش حاجه وحشه على فكره، يبقى عندك 2-3 كويسين جدا وتختار منهم، ما يبقاش عندك حد او يبقى مسافه كبيره جدا لو حد الاول. هي المسافه مش كبيره؟ لا لا مش كبيره يعني. بص الشناوي خد خبرات كبيره جدا، كاس عالم، لعب كاس عالم، خلي بالك الشناوي خد في ماتش اعتقد روسيا او ماتش اورجواي واخد احسن جون، اخد احسن لعيب، واخد احسن لعيب، فخد اشتغل على نفسه كويس قوي الشناوي يعني. بص الشناوي اول ما جه الاهلي بعد ما رجع طبعا يعني، وبص دلوقتي الشناوي عامل ازاي، الثقه مع الاهلي مع الماتشات مع المدربين اللي اشتغلوا عليه، كابتن احمد ناجي، كابتن طارق سليمان، والراجل دلوقتي الموجود الاجنبي ده، فده برضه بيديله خبرات. وهو عنده طبعا، وهو بني ادم محترم يعني، يعني ما بيتكلمش كتير، مركز في شغله، ودي من سمات اللعيبه الكويسه يعني. ابو جبل نفس الكلام، بص دلوقتي بص ابو جبل هو في سموحه او في امبي او في الزمالك الفتره الاولى، في نضج كبير جدا حصل له، في شكل كويس بالنسبه لابو جبل. وزي ما بقول لك دي حاجه كويسه كابتن ايمن طاهر في الاخر، ان يبقى عنده الاول كويس، عنده الثاني كويس، لو لا قدر الله حد حصل حاجه يبقى اللي موجود يسد يعني. ف يعني بشوف الحتة دي ما عندناش مشكله، المشكله عندنا زي بقول لك باك يمين باك شمال، بلاي ميكر، هيلعب بلاي ميكر؟ ما عندناش بلاي ميكر في مصر. نقول عبد الله السعيد. مع عبد الله السعيد برده خلي بالك يا سيف، احنا بطوله افريقيا لعبنا بالشكل بتاع عبد الله السعيد، عبد الله السعيد لعب كويس جدا جدا، بس معانا لما تخش بقى في الحته بتاعت الريتم بتاع افريقيا القوي، سيبك مثلا ماتش توجو وكده، لكن لما تروح توت افريقيا بعبد الله السعيد مش هيبقى بنفس اللي بتشوفه في مصر يعني. احنا شفناه قدام توت افريقيا مش يعني مش زي عبد الله من 2-3 يعني، الدنيا الريتم عالي عليه. مين بديله؟ مفيش بديل، ما هي دي المشكله، ان انت بتلعب بطريقه لعب. كابتن وليد عنده وجهه نظر. ما طبعا كل كره القدم على فكره، قفشه ماشي كويس، كره القدم ليها وجهات نظر كتيره ووجهات نظر عكس بعض، وكلها بتمشي يعني. انا قلت حاجه تمشي الماتش ده صح. ممكن وليد يقول حاجه عكسها الماتش اللي بعديها هي اللي تمشي صح، وانا مش غلط. كره القدم متغيره يعني، مفيش حاجه ثابته. ممكن اقول على لعيب ما عندوش فكره بعد 5-6 ماتشات هي احسن واحد في قفشه عنده اكتر من كده بكتير. اوباما مش في حالته بقاله فتره. بص يا كابتن، ما هي دي اللي بقول لك عليها، هي دي بقول لك عليها، انت ما عندكش حد اللي هو منور ان انت تقول ايه. لو مثلا سالنا لو سالنا مثلا لو انت نزلت عملت سيرفي دلوقتي مثلا في مصر، مفيش حد هيقول لك
هو ده الوحيد. هتلاقي ناس تقول قفشه، ناس تقول اوباما. ما نسيبناك، ما انا بقول لك. عارف بس المشكله في المنتخب يا كابتن ان التجمعات قليله واللعيبه دي بعيده عن اللعب الدولي، فانت ايه الحل؟ لازم ياخدوا ماتشات دوليه كتير. انت خد بالك، انت حمدي فتحي لما دخل مع كابتن حسام البدري ماتش في 2 في 3 بقى هو هداف المنتخب، كل مباراه يجيب جول. فقفش عايز ياخد مع المنتخب ومكسر الدنيا مع النادي الاهلي. طيب نطلع فاصل سريع ثم نعود بعد الفاصل نكمل حديثنا مع النجوم. نرجع بقى في شوية أسئلة كده سريعة، أكننا واقفين على الشاشة، بس النهاردة هنلغي الفقرة دي ونعملها كده فقرة مختلفة. أفضل لعيب في الدوري المصري مين يا كابتن؟ لا، في 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 أكثر من لاعب يعني بصراحة، في عبد الله السعيد، في السولية، في محمود علاء، في برضو طارق حامد، يعني في كتير بصراحه، مش لعيب واحد بس. افضل رئيس نادي مين؟ افضل رئيس نادي يعني برضو مهمه جدا نتيجه افريقيا، اذا الاهلي كسبها كابتن محمود الخطيب. افضل رئيس نادي مين في تاريخ مصر؟ افضل رئيس في تاريخ مصر كابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم. اه طبعا. افضل مدير فني مين يا حسن؟ كابتن جوهر الله يرحمه. وفي الدوري المصري السنه دي؟ السنه دي ما حدش كمل الدوري اصلا، الناس كل الناس يعني عماد النحاس الوحيد اللي كمل عشان مسك الموسم كله، هو من الاربعه الاوائل، كل الباقي هو وكابتن مختار اللي كمله، ومين تاني بس؟ هم الاثنين بس، الباقي ما فيش حد كمل. لا كابتن طلعت يوسف، كابتن طلعت يوسف. لا ما كملش كابتن طلعت يعني في اخر عماد النحاس. عماد النحاس. افضل حارس مرمى جه في تاريخ مصر مين غير الحضري؟ لا، في طبعا كابتن ثابت بطل الله يرحمه، كابتن اكرامي، كابتن شوبير، كابتن عادل مأمور. مدرسه الاهلي في حراس المرمى دايما اقوى من الزمالك، يعني تقدر تقول برضو، يعني عشان برضو حته ان هو كان كابتن ثابت وكابتن اكرامي وكابتن شوبير يعني قعدوا فتره كبيره، وبعد كده جه الحضري والشناوي، فقعدوا فترة كبيرة يعني، كان برضو يعني عندنا كان قليلة شوية في نادي الزمالك، ممكن تكون كان أيمن يعني طاهر يعني حصل له ظروف إصابة، يعني مدرسة الأهلي أقوى شوية. مدرسة الأهلي أقوى في إيه؟ في اللعيبة بصفة عامة. طبعا مدرسة الأهلي أقوى في كل حاجة طبعا. في عدد لعيبة لنظام المنتخب؟ طبعا يعني كل جيل يعني. الأهلي والزمالك طبعا. الجيل ده جيل أهلي ولا زمالك؟ الجيل ده لا جيل محترفين، الجيل ده يعني طبعا المحترفين مؤثرين جدا، بس النادي الاهلي يعني ماشي بشكل كويس جدا جدا، يعني بقاله سنين كتير النادي الاهلي، خصوصا الدوري. بص يا كابتن سيف، الدوري هو دايما في اي بلد في العالم الدوري هو اللي بيحدد اقوى نادي في الـ في الـ في البلد نفسها، وبعد كده بتيجي طبعا مباراه السوبر بقى، مباراه بتيجي مباراه طبعا الكاس، برضو عدد مباريات قليل جدا. طبعا لو قدرت تاخد بطوله قاريه دي حاجه كبيره، بس في الاخر الدوري الاسباني الفرقه اللي بتاخده سنين طويله هي اقوى فرقه في البلد. الدوري الانجليزي عشان كده ليفربول السنه اللي فاتت مكسر الدنيا مع انه ما خدش دوري الابطال، لكن الاهلي طبعا. ممكن مروان محسن يلعب على مصطفى محمد؟ يعني حسب وجهه نظر المدرب، بس هو يعني احنا يمكن مروان بقى كويس الفتره اللي فاتت كويس، وعجبني الماتش اللي فات انه جاب جون، ودي على فكره الانتقادات بتخليك تركز اكتر. يعني فاكر انت الحركه بتاعت ماتش الزمالك والاهلي لما كوره اوف سايد راح سايبها، المره دي كوره اوف سايد عمل فلوس. انت سمعتني في الانت؟ لا والله، بس انا شفتها. قول والله ما، والله العظيم، بس انت اكيد هتقولها لان دي حاجه كويسه، ودي دي لعيب بيستفيد. قايلها كربونه يعني. اصل لعيب بيستفيد دايما بتقول حاجات، لا بقولها والله، برافو عليك والله، برافو عليك، بس لا باكدها والله، لان ده واحد انتقد بشكل قوي جدا في حاجه، فهو خد الانتقاد ده واشتغل عليه، ودي كويس كويس. انا وجهه نظر مصطفى، يعني مصطفى جايب جوان اكتر، بيلعب على الجون اكتر، واخد يعني عن ثقه في نفسه بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت، واخد بطوله افريقيا مع المنتخب، مع نادي الزمالك في ماتشات مؤثره، جايب جوان كتير،
بس هي في الاخر وجهه نظر يعني. لكن مصطفى من وجهه نظري هو الاحسن حاليا في مصر. سؤال اخير ليك بقى، بتحس بايه وانت شايف اتحاد الكوره بيعمل قرارات كتيره جدا 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 كلها انت قلتها مره واحده؟ بقول لك يا كابتن حازم امام اول يوم على الترابيزه قال نص القرارات اللي بتتاخد هتسمع عشان نبقى حقانين يعني. هتسمع خالص. المهم التنفيذ يعني. اكنه هوا. وحازم دايما كان بيقول دايما واحنا قاعدين في الاستوديو دايما كان بيقول المفروض كذا بس ساعتها ما كانش بيبقى فيه تنفيذ، كان على طول دايما كتير قوي يتقال له حاجات ثانيه. المشكله ساعات الناس بتبقى تاخد الموضوع وشايفه الموضوع مثلا ده ثانوي او ثانوي يعني في حاجات اهم، بس هو ما كانش في حاجه. انت بالعكس بتاخد الحاجات دي المفروض تحطها فوق بعض لغايه لما تعمل حاجه مهمه يعني. لا والله انا يعني بحس ان الناس اللي موجودين على فكره برافو عليهم اسوياء، ما بياخدوش حاجه يقول لك لا مش هنعمل اللي هم كانوا بيقولوه مش هعمل. لا بالعكس، الناس عايزه مصلحه العامه، ناس محترمه الحقيقه، ناس محترمه واحسن مننا ان هم بيشتغل يعني. حتى لو هي حاجه سهله كنا احنا عملناها، كان في ناس بتصعبها علينا واحنا في المجلس مش عايزين، ما اعرفش ليه يعني. لكن هم ناس محترمه بتجتهد، وهو اي حد في المكان ده يا سيف معرض للانتقاد يعني. ف لكن انا بحييهم بصراحه يعني، وانا كمان بضم صوت صوت بحييهم. كابتن حازم بتشرف دايما بوجودك معايا. شكرا يا كابتن مصر حبيبي، بشكرك على القميص الشيك ده، القميص لونين اهو بتاعك ده، بس هايل اثنين لون ده. اثنين لون ده مش سهل، ما بيطلعش حماد انا عارفه ده، ما بيطلعش ده، ما بيطلعش اي حد. انا كان كابتن حماد شفته مره لابسه وامل الحياه، ما بيطلعش لاي حد. اثنين لون، في حد لسه بيجيب قميص اثنين لون بالذمه يا كابتن؟ انت يا سيف لسه كابتن بالذمه، في حد لسه بيجيب القميص ده 2030؟ ها بص يا سيف، اقول لك والله العظيم اخر واحد لابس القميص ده فنان زين الدين العابدين. الله يرحمه، 2030 زين الدين العابدين مين زين الدين العابدين؟ فنان كبير يعني. انا عايز اقول حاجه بس، بشكرك بره البدله يعني، هو البدله شكله حلو، شوفه بقى في الكاجوال ما يجيش، ما يجيش في الكاجوال والله. انت بتأيد الكلام ده؟ ايوه انا أيوة. انت راجل ضيفي يعني، قاعد تضحك بس. هتطلع هتطلع في الاغنيه؟ هتطلع في الاغنيه؟ كابتن نجم الاغنيه بس خلص الموضوع، صنعت نجم قبل ما يفكر يغني. شرفتنا يا كابتن حبيبي يا كابتن، اشكرك يا كابتن، شرفتني ونورتني. شرفتني يا كابتن ايمن، اشكرك كابتن، اشكرك شرفتني ونورتني، ربنا يخليك. خلصنا حلقتنا النهارده مع ثلاثه طبعا من نجوم مصر، بتشرف دايما بوجودهم معايا، كابتن ايمن، كابتن وليد، كابتن حازم، بشكرهم شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده في نفس الميعاد، اشوفكم على الف خير.